السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا أخوي جميعاً وإياكم وتبوأتم من الله منزلاً. طبعاً هي المراجعة هي عبارة عن مختصر أمراض مفصلية، كثير سألوا بعض يعني الزملاء عن هل هي كافية للامتحان؟ ما هي كافية للامتحان أكيد، لكن هي راح تشرح المنهج بشكل مختصر بحيث تدخل مدخل للمنهج الحقيقي اللي راح تدرسه. بداية يعني قبل ما نبدأ، الأمراض المفصلية هي أمراض ترتبط بالمخبر بشدة، هي أمراض سريرية لكن لا يمكن تشخيص أي مرض سريري دون الاعتماد على التحاليل المخبرية. فمن التحاليل المهمة تحليل الـ ANA أو أضداد النواة اللي بنشوفه بأمراض النسيج الضام في الذئبة الحمامية، صلة الجلد الجهازية، داء جوكرين. طبعا الـ ANA بشكل عام غير نوعي، يعني ما بيدل انه هي بهذا بشخص الذئبة او بشخص صلة الجلد، وما له علاقة بشدة المرض. اما الـ NTSM فهو بيكون نوعي للذئبة الحمامية، بينوجد ب 30% من حالاتها وما بيرتبط بشدة المرض. الـ NTUR1RMB يعني بيترافق مع داء نسيج الضام المختلط في 100% من الحالات، يعني ما بصير نشخص داء النسيج الضام المختلط الا بوجوده، وايجابيته تدل على وجود هذا المرض اللي هو عباره عن اجتماع عده امراض من امراض النسيج الضام. الانتي سيندرومير نوعي لصلابه الجلد المحدوده اللي بسموه احيانا متلازمه كريست. الانتي ديس دي ان اي كمان نوعي للذئبه الحماميه بيرتبط بشده المرض وخاصه الاصابه الكلويه، هذا مهم كثير انه نميز الاصابه الكلويه من خلاله. الانتي لا SSB اللي بنشوفه متلازمة جوجرين وأحيانا بنشوفه عند الذئبة الوليدية، يعني الولد اللي أمه بتكون ذئبة حمامية ولده بصير عنده ذئبة بنسميها ذئبة الوليدية بكون عندهم هذا الأضداد. الأنتي سكيل 70 هو بنوجد بصلة الجلد الجهازية وعادة بترافق مع التليف الرئوي الذي يشاهد بصلة الجلد. الأنتي هستون أنتي بودي هو اللي بنشوفه بالذئبة الحمامية المحرضة بالأدوية. بالنسبة للضد اللي هو أنتي رو SSA مثل SSB كمان بشوفه بمتلازمة جوجرين، كمان بشوفه بحالات حصارات القلب الوليدية الناجمة عن إصابة الولدان لأمهاتهم الذئبة، أيضا بيكون نوعي للذئبة الجلدية تحت الحد. من التحاليل المخبريه العامل الرثياني الـ RF اللي بنشوفه بالتهاب مفاصل رثياني بنشوفه بجوجرين، ايضا كثير امراض بنشوف العامل الرثياني حتى ممكن نشوف ب 20% من الحالات عند المسنين بشكل لا نوعي. العامل الرثياني لا يعني ليس ايجابيته ما كل المرضى الرثياني، فقط 60% الحساسيه فيه. الانتي سي سي بي هو يعني نوعي اكثر، بنشوفه باكثر من 90% من الحالات، نوعيته وحساسيته عالية، وجود الأنتي سي سي بي بيدل على إنذار سيء عادة عند هذول المرضى. في عندنا أضداد السيتوبلازما اللي هن الأنكا، سواء سي أنكا اللي بنشوفه بحبيبوم واجنر، والبي أنكا اللي بنشوفه بالتهاب شريان مجهري، لازم تشارج ستراوس، متلازمات التهابات الأوعية، وأيضا بنشوفه بأمراض مناعية أخرى مثلا داء المعوي التهابي وخاصة كولون تقرحي، التهاب طرق صفراوية مصلب، التهاب كبد مناعي، أيضا البي أنكا ما هو نوعي لا بس التهابات لوعية. في تحليل اسمه المتممة بتنخفض عادة بأمراض مناعية خاصة الذئبة الحمامية وبتتعلق بنشاط المرض وخاصة التهاب الكلية الذئباني، بنشوفه بداء الجلوبينات القرية. الـ HLA-B27 هو أضداد يعني هدول اللي بنسميهم المستضد النوعي، بنشوفه باعتلالات المفاصل الفقار سلبية المصل، وعلى رأسه التهاب فقار اللاصق اللي بيكون موجود بأكثر من 90% من الحالات. سريريا لازم نفرق بين المفصل الملتهب والمفصل المتخرب غير الملتهب. المفصل الملتهب بيتميز بطول فترة اليبوسة الصباحية أكثر من ساعة، بينما المفصل المتخرب مثل التهاب المفاصل التنكسي يكون اليبوسة الصباحية موجودة لكن قليلة وقصيرة، يعني نسبته قليلة والمدة قصيرة. السخونية الموضعية بتميز المفصل الملتهب وكذلك الاحمرار المفصلي. اشتداد الألم، المفصل الملتهب بيشتد بعد الراحة
يعني لما واحد بيجي لينام ببلش الألم عنده لما بفيق الصبح، أما المفصل المتخرب بيزداد بعد استعمال المديد، يعني تشوف بنص النهار المريض بلش ركبه يوجعه أو مفاصله يوجعه. تورم الأنسجة الرخوة موجود بال يعني المفصل الملتهب، أما المفصل المتخرب غير موجود. الانصياع المفصلي ما بتحسن تميزه بين المفصلين أو بين النوعين من التهاب المفاصل، فهو موجود يعني بشدة بالمفصل الملتهب، وأحيانا بيكون موجود حتى بالمفصل المتخرب. الطقطقة أثناء فحص المفصل بنشوف طقطقة بالمفصل المتخرب نتيجة الخشونة المفصلية، أما المفصل الملتهب بتكون غير موجودة، المفصل يكون ناعم هيك يعني توصيفه. الأعراض الجهازية بتكون بالمفصل الملتهب موجودة، يعني بيكون المريض عنده نقص وزن، ألم عضلي، أما يعني التعب، ترفع حروري أحيانا. المفصل المتخرب بتكون ما في أعراض جهازية أبدا. المشعرات الالتهابية مثل السي ار بي والاي اس ار ترتفع بالمفصل الملتهب، وغالبا تكون طبيعية أو مرتفعة بشكل خفيف بالمفصل المتخرب. إذا بذلنا السائل المفصلي، المفصل الملتهب عادة فوق 2000 وعلى حساب المعتدلات، أما المفصل المتخرب بتكون يعني تحت 2000 عادة بين 200 كرية وال2000. طبعا المفصل بشكل طبيعي سواء متخرب أو ملتهب بيحوي 200 كرية، أما دون 200 كرية من 200 لل2000 هذا بسميه متخرب، فوق ال2000 مفصل ملتهب بجميع أنواعه، فوق ال50,000 بنسميه مفصل إنتاني. بالنسبة لنوعية المفاصل المصابة، إذا شفنا المفاصل المصابة هي المفاصل الصنعية السلامية، هذول بسمون الصنعية السلامية الـ MCBs أو الـ BIPs اللي هن المفاصل بين السلاميات القريبة، وبيعف عن DIPs اللي هن المفاصل بين السلاميات البعيدة، ممكن يصيب الرسغ أيضا، هذا غالبا التهاب مفاصل رس يعني. اللي بيصيب المفاصل بين السلاميات القريبة والبعيدة وبيعف عن الرسغ عادة هذا تنكسي. إذا شفنا مع التهابات المفاصل البعيدة تنقرات في الأظافر، يعني في إصابة ظفرية، هذا يميز التهاب المفصل الاستضافي. إذا مثل ما قلنا البزل المفصلي 200 ل 2000 مفصل غير التهابي، مثل التنكسي مثل اللي بنشوفه بالرضوض، المفصل الرثياني والنقرس مفاصل التهابية. الكريات البيض ممكن توصل ل 50,000 بين 2000 و 50,000. المفصل الانتاني فوق ال 50,000. اي اذا بزلنا المفصل لازم نبحث عن كريات البيض، ولازم نبحث عن الفحص المجهري. تحت المجهر اذا شفنا باللورات شكلها ابري مثل الابره ولونها اصفر، اي باللورات النقرس. اما اذا شفنا باللورات لونها ازرق وبشكل المعين، يعني شكل المعين مثل مربع بس بيكون شكل ثاني لونه أزرق، هاي بلورات النقرس الكالسيوم، يسموه بلورات بيروفوسفات الكالسيوم. نبدأ الآن مع التهاب المفاصل الرثياني. التهاب المفاصل الرثياني تعريفا التهاب مفاصل متعدد، يعني بيصيب أكثر من 4 مفاصل، متناظر بصفة الطرفين، والتهابي بالصفات اللي حكيناها من شوي، بيكون مزمن أكثر من 6 أسابيع. أهم ما يميزه هو اليبوس الصباحية المديدة بتسوء بالراحة، أكثر مفاصل إصابة مثل ما شايفين بين السلاميات القريبة الصنعية السلامية الـ MCB بالأطراف العلوية والـ MTB بالأطراف السفلية. ممكن يصابوا المفاصل الكبيرة الرسغين والمرفقين كتفين ركبتين والكاحلين والنكين. العمود الرقبي ممكن ينصاب، لكن العمود الظهري والقطني ما بينصاب. المفاصل بين السلاميات البعيدة ما بتنصاب. المفصل العجزي الحرقوفي أيضا ما بينصاب. المفاصل العمود الرقبي خاصة الفقرتين الرقبيات 1 و2. طبعا الميزة هو ارتفاع المشارات الالتهابية CRB والESR، ارتفاع RF والانتي CB، وجودهم هدول بدلوا على سوء الإنذار. إذا شفنا شعاعيا بنشوف نقص تمعدن حوالية المفصل، وبنشوف التآكلات اللي بتكون هامشية الإيروجنز، طبعا تغيرات هي متأخرة. بيميز التهاب المفاصل الرثياني هو التظاهرات الخارج المفصلية، اللي أشعها هي التظاهرات الجلدية العقيدات الرثيانية، اللي بنشوف أيضا تظاهرات أخرى مثل تقيح الجلد المواتي، بنشوف التهاب أوعية، تظاهرات عينية مع أشعة جفاف العين، ممكن نشوف التهاب صلبي وفوق صلبي، الظاهرات الرئوية وعلى رأس التليف الرئوي بيكون شائع جدا، ممكن نشوف انصباب جنب خفيف، وبيكون عادة
يعني صفاته انه نتحي وبيعتشه منخفض وسكر فيه منخفض. ممكن نشوف العقيدات الرسيانيه اللي نشوفها بالجلد، ممكن نشوفها بالرئتين، حتى ممكن نشوفها بكثير اماكن. ممكن نشوف شيء اسمه organization organizing pneumonia اللي هو ذات الرئه العضوانيه. يوم متلازم اسمه كابلان، هو عباره عن تغبر بالرئه مع التهاب فاصل رسياني. التظاهرات القلبيه على راسها التهاب التامور اشعه، ونشوف انه زياده خطر حدوث شرايين داء شرايين اكليليه 10 اضعاف. طبعا تعتبر السبب الاول للوفيات عن مرضى الداء الرسياني مرض القلب. ممكن نشوف التهاب عضلية قلبية، ممكن نشوف إصابات دسامية، إصابات عصبية مثل متلازمة النفق الرسغي وهي الأشعة، يعني إصابة الرسغ بالالتهاب المفصلي، التهاب الأعصاب المتعدد الوحيد، فقر دم، أمراض مزمنة. ممكن نشوف ضخامة طحال بسياق يعني رسياني أو في سياق متلازمة فلتي اللي بتترافق مع نقص في المعتدلات. معالجة الرسياني ممكن تفيدنا بعلاج الألم مضادات التهاب الرسغي. الاسترويدات مفيدة جدا، تعاون معدل المرض على الرأس الأول بالعلاج هو الميتوتريكسات. ممكن نستخدم هيدروكسيكلوروكين والسلفازلايزين في بعض الأحيان الحالات الخفيفة كخط أول، وممكن تفيدنا بحالات الهيدروكسيكلوروكين بحالات الحمل والسلفازلايزين إنه بتكون آمنة. بالنسبة للهيدروكسيكلوروكين بيسبب لنا اعتلال شبكية، لذلك يجب مراقبة العين بشكل دوري. السلفازلايزين ممكن يسبب لنا عقم عند الزكام. من الأدوية البيولوجية أيضاً ومثبطات الأدوية المعدية المرض الجديدة هي مثبطات الجاك ومثبطات الخلايا البائية ومثبطات العامل المنخر الورمي. طبعاً مثبطات جاك أدوية بتثبط تفعيل الخلايا التائية، أدوية جديدة توفاستينيب وأباتاسيبت. أباتاسيبت مضاد طبعاً مرضى السي أو بي دي قفزنا. المعالجات البيولوجية مثبطات خلايا بائية ريتوكسيماب نتركها للمراحل الأخيرة اللي ما بستجيب فيها يعني المرضى. مثبطات العوامل المؤخر الورمي يعني أحدثت ثورة في عالم علاج التهاب المفاصل الرسياني، خاصة المرضى الحالات الشديدة اللي ما بستجيبوا على الميتوتريكسات مثل أدولوماب، أرماسيبت، إيتانوريسيبت، سيترولوزوماب وغوليوموماب. هلا كلمتين على الميتوتريكسات. طبعا الأدوية المعدية المرض كلها بتبطئ من التآكل، ظهور التآكلات الجديدة. لازم نعطى معه حمض الفوليك لأنه مظبطات حمض الفوليك. أبصر نعطيه إذا في مرض كلوي، مرض كبدي أو مريض مدمن على الكحول. ممكن يسبب لنا فقر دم شامل، ممكن يسبب لنا أذية كبدية، ممكن يسبب ذات رئة خلالية. طبعا لازم قبل ما نبدأ بالميتوتريكسات نشوف وظائف كبد، نشوف صوت صدر ما يكون عنده سل أو تليف رئوي. وننصح دائما بالمراقبه الدوريه لما نعطي ميتوتريكسات للاعداد الدموي الكامل لانه بسبب نقص كريات بيض، انزيمات كبد لانه بسبب اذيه كبديه ووظائف كليه كل 2 لـ3 شهور. بالنسبه للباكتريم يعد من مثبطات حمض الفوليك ويعني بنقص من تحرر الميتوتريكسات وبيزيد فعاليته، فبالتالي ممكن يسبب لنا تثبيط نقوي. زيك باكتريم وميتوتريكسات ما بصير يتشاركوا مع بعضهم. في حال ارتفعت وظائف كبد ضعفين او ثلاثه لازم نوقفه الميتوتريكسات كبديل في حال حصول تاثيرات جانبيه على الميتوتريكسات. ممكن نستخدم دواء اسمه الليفونولومايد. مثبطات عامل المخ الورمي بحالات شديده مثل ما قلنا ما تستجيب على الميتوتريكسات مع دواء اخر من ديمارتس. بالجرعات القصوى لما نوصل الجرعات القصوى مثلا الميتوتريكسات وصلنا لجرعه 25 ملي جرام ممكن يعني نبلش بالمثبطات تي ان اف، او اذا ظهرت تأثيرات جانبية وما تحمل المريض الميتوتريكسات أو باقي ديمارتس. طبعا ما في مشكلة بمشاركة المثبطات تي ان اف مع الميتوتريكسات، بالعكس هذا الشيء بيزيد الفعالية والتأزرية العالية. مثبطات العامل المخ الورمي على عكس الميتوتريكسات اللي بتصنف تصنيف اكس تعتبر آمنة بالحمل، لا مانع من يعني الاستمرار فيها. في لها تأثيرات جانبية كثير، معرضه يعني معرض المريض بيصير اكثر للانترنت وخاصه الانترنت الانتهازيه مثل السل والفطور، لذلك لازم نتحرى على السل الكامل قبل ما نعالج المثبطات العامل المخ الورمي. نعمل اختبار سليم، نعمل صوت صدر، ويعني في حال كمان يعني طلع عنده سل ما بصير نبدا بالعلاج قبل ما ننتهي من علاج السل،
إذا طلع سلك كامل ممكن نبدأ بالعلاج الوقائي. لازم نتحرى على التهاب كبد بي وسي قبل بدء العلاج، وإذا كان في مرض التهاب كبد بي وسي لازم نعالجه قبل بدء العلاج. أفضل نعطي اللقاحات الحية عند استعمال سلطات تي إن إف، مثل مثلا لقاح الحماق، الحمى الصفراء إلى آخره. لازم نعمل إيكو قلب قبل استخدامها، لأنه متهمة إنه ممكن تفاقم قصور قلب، وإذا كان نيها عندنا 3 أو 4 لازم نوقف سلطات العمل المنخر والرمي. ممكن تسبب لنا إزالة ميلانين مثل يعني الإم إس صلب العديد، ممكن تسبب ذئبة حمامية محرضة بالأدوية أنه بسبب إيجابية في الـ ANA. يجب إيقافها إذا صار نتيجة فرئوي متقدم، ويجب إيقافها قبل الجراحة بأسبوعين. أي كثير مهمة موضوع الإيقاف قبل الجراحة بأسبوعين. ننتقل لاعتلالات المفاصل والفقار سلبية المصل اللي هي بمثلة 4 أمراض، هن التهاب فقار اللاصق، التهاب مفاصل ارتكاسي، التهاب مفاصل استضافي، واعتلال المفاصل الناجم عن اعتلال الأمعاء. الخصائص المشتركة لهدول الاعتلالات المفاصل هو سلبية المصل، سميناهم سلبية مصل لأنه NA سلبي و RF سلبي. بتصيب بشكل رئيسي المفاصل العمود الفقري زي يسمونه الفقار، والمفصل العجزي الحرقوي. وإذا صابت المفاصل المحيطية فبتصيبهم بشكل غير متناظر وقليل المفاصل، يعني أقل من 4. عادة بتصيب المفاصل الأطراف السفلية مثل الكاحلين والركبتين. ممكن تسوي لنا التهاب أصابع بسمون أصابع النقانقية. ممكن تسبب لنا التهاب مرتكزات الأوتار وخاصة وتر أشيل. ترافق مع هلا بي 27 بشدة. في عندنا مظاهر خارج مفصلية، مثلا ممكن نشوف التهاب عنبي شائع جدا بهي الأمراض. ممكن تصيب نشوف يعني صدف خاصة باعتلال المفاصل الصدفي. ممكن نشوف أعراض هضمية داء المعوي التهابي مثلا مثل الإسهال، إسهال مدمر. إذا أول شيء التهاب فقار لاصق، عادة تحت ال 40 سنة، ذكور أكثر من الإناث. 90% إيجابية الـ HLA-B27 بيظهروا بألم أسفل الظهر خاصة أثناء الراحة وبيخفوا بالحركة. مظاهر خارج المفصلية أشعة التهاب العنبي، ممكن نشوف مرض بالأبهر قصور أبهري، ممكن نشوف تليف رئة بقمة الرئة. شعاعيا ممكن الأشعة البسيطة تتأخر 10 سنوات حتى تظهر، تعطينا علامة اسمها علامة عمود الخيزران نتيجة تكلس الأوتار الشوكية. الرأي المغناطيسي أدق خاصة إذا حقنا الجادرونيوم بيكشف الحالة بشكل مبكر. بالنسبة لهلا بي 27 ما بيستخدموه كاختبار تشخيصي لكن موجه. المعالجة بالتهاب فقار لاصق هي العلاج الفيزيائي والرياضة هي العلاج الأساسي لكل المرضى. ممكن نبدأ بالإنسيتس 4 أسابيع، إذا شفنا المريض تحسن ممكن نستمر عليها، إذا ما تحسن العلاج البيولوجي والعلاج النوعي لما يكون في عنا إصابة بالمحور بالعمود الفقري. الأدوية المعدية للمرض بتفيدنا مثل السلفاسلايزين أكثر من التدريكسات، طبعاً بتفيدنا لما يكون التهاب مفاصل محيطي. إذا مركزي محوري المعالجة بيولوجية، إذا محيطي أدوية المعدية للمرض السلفاسلايزين. التهاب مفاصل ارتكاسي رياكتيف أرثرايتس، هذا ما هو التهاب مفصل إنتاني لكن بتلو إنتان، لما بدخل إنتان للجسم بولي تناسبي بالكلاميديا أو معوي مثل الشيجيلا سالمونيلا كامبيلو باكتر يرسينيا يروب لازم مايكوبلازم كريستريديو، ممكن يرتكس المفصل دون دخول الجرثومة أو الجرثومة إلى المفصل، لكن يرتكس ويسبب التهاب مفاصل. إذا مفاصل المصابة هي المفاصل المحيطية، يتميز أيضا بنفس مواصفات التهاب أصابع والتهاب مرتكزات. ترافق مع هلا بي 27 فقط في 20% من الحالات. ممكن نشوف مظاهر مثل التهاب إحليل، التهاب حشوي حلقي، التهاب ملتحمة، التهاب عنبي، فرط تقرر راحي أخمصي. عادة هذا المرض محدد لذاته، بيخف تلقائيا بعد عدة أشهر. ممكن نستخدم الإنسيتس 3 شهور مثلا، إذا ما استجاب ممكن نلجأ للحقن المفصل أو نلجأ للأدوية المعدية للمرض مثل السلفاسلايزين والميثوتريكسات. العلاج بالصدات الحيوية محدود المنفعة خاصة أنه ما في إنتان ضمن المفصل، وهون ما في داعي أبدا للعلاج البيولوجي. التهاب المفاصل الصدفي بيصيب الذكور والإناث بشكل متساوي، عمر وسط 20-40 سنة، بترافق مع هلا بي 27 في 50% من الحالات. طبعا ما كل مرضى الصدف بتطور عندهم المرض المفصلي، فقط 10-20% من حالاتهم، واحيانا التهاب المفاصل بيسبق الصدف في 20% من الحالات. ممكن المريض من شخصه التهاب المفاصل وما يكون عنده ولا علامه جلديه للصدف، وهي نسبه مهمه، نسبه 20%. التهاب المفاصل الصدفي بيصيب يعني مثل الرسياني، واحيانا بيعمل اصابع نقانقيه.
اللي بيميزه ايضا احيانا اصابه المفاصل بين السلاميات البعيده. في عنده تظاهرات خارج مفصليه مثل تنقر الاظافر مثل ما شايفين هون، والتهاب العنبه بالاظافر والمظاهر الجلديه. شعاعيا ممكن يظهر عنا هذا المنظر، منظر اللي شايفينه بالاسفل هو القلم ضمن الغطاء، يعني نتيجه تاكل مفصل شديد وتخرب مفصل بسموه بنسل انكب او القلم بالغطاء. العلاج مثل التهاب مفاصل الصياني انسيتس بداية، ممكن نعطي يعني الميتوتريكسات كخط أول مفضل بالحالات المعندة على العلاج بالانسيتس، وأيضا ممكن نستخدم معالجة بيولوجية إذا ما استجاب على الميتوتريكسات مثل مثلا انفليكسيماب والإثانورسبت. بالنسبة لمضادات الملاريا الهيدروكسيكلوروكين ما بيصير استخدامها بالفاقة من مرض جلدي. بالنسبة للسترويدات الجهازية بتحسن عليها المريض بداية، وبس وقفناها بيرتد المرض الجلدي، فلذلك لا يجوز استخدامها هي ومضادات الملاريا. التهاب مفاصل التنكسي بشكل عام يعني هذا مرض المسنين وهو أشعة الأمراض المفصلية، بيصيب بشكل عام المفاصل الحاملة الوزن مثل الورك والركبة هي الأشعة. ممكن يصيب مفاصل اليدين وخاصة مفاصل بين السلاميات البعيدة، المفاصل العمود الرقبي ممكن تنصاب، لكن ما بتنصاب المفاصل الثنائية السلامية، أي متميزة المفاصل الثنائية السلامية ما بتنصاب في التنكس. المفاصل عادة قليلة المفاصل غير متناظرة، وأحيانا تكون وحيدة مثلا مثل مفصل الركبة. الألم المفصلي هون ميكانيكي بيزداد بالحركة وبيخف الراحة، وفي لبوسة مفصلية بتكون مي مديدة بتكون بس يعني أقل من نصف ساعة. المفصل إذا فحصناه بيكون متورم بس ما في حرارة، في فرقعة عظمية. شعاعيا بنلاقي المسافة المفصلية ضيقة جدا مثل الركبة، ويميز المناقير العظمية الأوستيوفايتس. كل التحاليل المخبرية بتكون طبيعية، وإذا بذلنا مفصل بيكون أقل من 2000. المعالجة علاج فيزيائي رياضة، ممكن نستخدم مضادات تيابوسترويدية الانسيتس. إذا كان عندنا مضاد استطبابي على الانسيتس أو ما استجاب المريض عليه ممكن نستخدم ديلوكسيدين. بعض المراجع بتقول انه الخط الاول هو الانسيتس الموضعي، يعني مثل جل الديكلوفيناك مثلا، وبعض المراجع بتذكر الانسيتس بشكل عام يعني فموي الطريق الجهازي وليس الموضعي. هلا بالنسبه لل في كريمات مثل كريم كباسكين، هذا الفليفل الحده يعني كمان مريح جدا. سيتامول غير مفيد وسابقا كانوا يستخدموه، غير مفيد بس اذا يعني في عندنا مضادات استطباب مثلا مريض عنده قرحه هضميه عنده خسور كلوي الى اخره ممكن نستخدمه. يعني الترامادول لما يكون في عندنا موانع استخدام يعني لكل هدول الادويه وما استجاب المريض معنا ممكن نستخدم نلجأ له. حق الاسترويد داخل المفصل ممكن نعمله 4 مرات في السنه كل 3 اشهر اذا في عندنا مفصل او مفصلين وما في استجابه على الانسيتس. ما في اي دراسه اثبتت اي فائده لا أدوية مثل الحمض الهيالورونيك، جلوكوز أمين، سلفات كلوندروتين، سواء فموي أو حقن ضمن المفصل. إذا هذا هي كثير مهمة، هي الأدوية حتى هي اللحظة ما أثبتوا فعاليتها. إذا نفرق بين التهاب المفاصل الرسياني والتنكسي، بالرسياني المفاصل بين السلاميات قريبة، بالتنكسي المفاصل بين السلاميات بعيدة. عقيدات هيبردين بنشوفها بالتنكسي ما بنشوفها بالرسياني. الإصابة المفصلية بيكون مفصل ناعم دافئ وممض، اما المفصل التنكسي قاسي جدا وفي طقطقه متورم وبيكون غير دافئ ما فيه السخونه موضعيه. اليبوسه الصباحيه مميزه للرسياني، اما اليبوسه التنكسي مسائيه وبتسوق بعد جهد. الموجودات المخبريه العمل الرسياني يكون ايجابي، سي سي بي اي اس ار سي ار بي بالمفصل الرسياني. شعاعيا بيميزه هو التاكلات الرسياني، اما التنكسي ما في تاكلات لكن في مناقير عظميه. التهابات المفاصل المحرضة بالبلورات، عندنا بلورات اليوريا وحديد الصوديوم، بلورات حمض البول تسبب لنا النقرس، وبلورات بيروفوسفات كالسيوم السي بي بي دي بتسبب لنا النقرس الكاذب. النقرس شائع يعني بيجي بعد التهابات المفاصل التنكسية بالشيوع 400 تقريبا سكان، بينما الرسياني 1% سكان. النقرس عادة مرض الذكور تقريبا 19 لواحد، لانه يعني يعد انه النقرس ما بيصيب النساء قبل سن القمص.
العوامل الخطوره كثير بترفع حمض البول بسبب انها مقرص. في بعض الامراض بتترافق مع فرط استقلاب مثل الصدف، المتلازمات النقويه التكاثريه، الليمفوما، لوكيميا، احمرار الدم، نقيون متعدد. في بعض الادويه بتسبب ارتفاع حمض البول مثل الهيدروكلورثيازيد، تمنع اطراحه، بترفع حمض البول، الفورزمايد، سايكلوسبورين، بيرازيناميد من ادويه السلم والايثامبيتول والاسبرين. الحميه الغنيه بالبورين او حمض البول ممكن ترفع لنا حمض البول، خاصه الكحول، اللحوم الحمراء، الكبد والكليه، منتجات الخميره، من تناول طعام البحر مثل المحار والسردين. النقرس بتظاهر بشكل الم بدايه، يعني باكثر 600 حالات. النوبه بتكون بالقدم، ابهام القدم الاول، الام تي بي، مفصل ام تي بي الاول لابهام القدم بتورم. وبعدين ممكن يعني اذا ازمن ممكن يصيب مفاصل اخرى مثل مفاصل اليدين والركبتين الى اخره. بيتحرر عاده النقرس بعد الردود والجراحه. ممكن ينكس ويعني يتحول لمزمن بعد 10 سنوات. وبيميزه هون الازمان بالتوفات، التوفات الجلديه بتكون مليئه بلورات حمض البول. معيار الذهبي لتشخيص النقرس هو نبذل المفصل ونشوف او التوفه ونشوف فلورات حمض البول اللي شكلها ابري وسلبيه الانكسار، لونها اصفر بيكون. مستوى حمض البول ما له اي قيمه تشخيصيه، بفيدنا بس بمراقبه العلاج اللي لازم يكون دائما. لما بنراقب العلاج مستوى حمض البول تحت السته بدون توفات وتحت الخمسه مع توفات. شعاعيا الاتكالات بتكون شديده جدا ويعني مميزه بانها مثقبه افاد عضه الجرز. المعالجه طبعا لازم تسقيف صحي للمريض، يعني يمتنع عن الاكلات الحميه، يوقف الادويه اللي بتسبب، يزيد تناول فيتامين سي ويتوقف عن تناول الكحول. الهجمه الحاده بتتعالج بالكولشيسين او الانسيتس او الاسترويدات البريدلون، هي الهجمه الحاده. لكن بس صار عندنا هجمات متكرره اكثر من هجمتين بالسنه لازم نعطي وقايه. الوقايه بتكون بالمعالجه بالكولشيسين والانسيتس او الاسترويدات، جرعات منخفضة لفترات طويلة ممكن توصل لست أشهر، ويعني حتى نوصل للهدف. والمعالجة بخفضات حمض البول، طبعا بالهجمة الحادة يفضل الابتعاد عنها إذا ما بدينا فيها. إذا كان واحد موضوع عليها بيستمر عليها، أما إذا كان ما موضوع عليها فيفضل ما البدء فيها لتنتهي الهجمة. منخفضات حمض البول مشهورة مثبطات الإكزانتين أوكسيداز بصب التصنيع حمض البول مثل الالوبرينول والفيبوكسيتات. طبعا الفيبوكسيتات مثل الالوبرينول لكن بيقولوا انه هو اقوى فعاليه وهو يعني ما في مشكله باستخدامه بالقصور الكلوي. اذا واحد مثلا تحسس على الالوبرينول هذا شائع جدا بيساوي ستيفن جونسون كان يحطه على الفيبوكسيتات كبديل. طبعا مضاد استطباب الفيبوكسيتات اذا في قصور قلب، لذلك لازم نعمل ايكو قلب قبل ما ناخذ الفيبوكسيتات. طيب بالنسبة لطالحات حمض البول، أدوية شوي خطيرة تطرح حمض البول في البول، لذلك إذا في عندنا قصة حصير حمض البول ممنوع، وإذا في عندنا قصور كلوي أيضا ممنوع استخدام طالحات حمض البول. بالنسبة لمذيبات حمض البول بيجلوتيكاز، يعني أدوية غالية الثمن تتسرب وريديا وبتدوب لنا كل بلورات حمض البول في الجسم. يعني ممكن اذا حللنا حمض البول في الجسم نلاقيه صفر، ف ما بنستخدمه بشكل يعني مباشر كخط اول بالحالات المعنده، الحالات الشديده والمعنده اللي ما بتستجيب على الادويه الاخرى. للاسف بعد فتره من استخدامه كمان بتشكل له اضداد وبيعود غير فعال ايضا. نقرس الكاذب يعني مرض المسنين، عاده اكثر من عمر وسط 72 سنه. ممكن يكون مجهول السبب، ممكن يتحرك بالردود او بعض الامراض الاستقلابيه ايضا ممكن تسببه، مثل بتبدا بحرف الاتش عاده، هي الامراض مثل فرط الدريقات، هايبرباراثيرويديزم، هيموكروماتوزيس ده الصباغ الدموي معروف، هايبوفوسفاتيميا نقص الفوسفات، هايبومغنيزيميا نقص المغنيزيوم، وفي عندنا بقى مثل قصور درق او ارتفاع الكرس العائلي بنقص اطراح الكرس العائلي. النقرس الكاذب بيشبه النقرس، التهاب الفاصل الالتهابي اشهر شيء بالركبه وليس الام تي بي. اذا ازمن ممكن يشبه التهاب الفاصل التنكسي او الرثياني. اذا بزلنا المفصل بنشوف هذول البلورات اللي شكلها معين او مستطيل وبتكون ايجابيه الانكسار.
الصورة الشعاعية اللي بيميزها هو التكلس الغضروفي الكوندرو كالسينوزيز، هذا هو شايفينه بين يعني مصري الركبة. مخبريا ما في شيء بيميز النقرس الكاذب، لكن لازم نبحث عن الأسباب الاستقلابية الثانوية، يعني لازم نبحث عن ميزيوم، وظائف الدرق ايضا. العلاج مثل علاج النقرس بس ما بده خافضات خلق البول، يعني ممكن نستخدم كولشيسين انسيتس استرويدات، لكن ما في داعي لخافضات خلق البول. ننتقل للذئبة الحمامية الجهازية اللي بتنصاب هون النساء بشكل اكثر، 9 على 1، الاعمار تقريبا بين 20 و40 سنة. تظاهرات كثيرة للذئبة الحمامية، يعني ما في جهاز إلا بتصيبه، بميزوا هدول المرضى بالإندانات المتكررة، وتكون هي سبب وفيات أول 10 سنين. الأعراض الجلدية مثل التفحص الرئيسي، وهي أشعة الأراضي والمفصلية صراحة، أكثر من 90% حالات بتشوف المريض عنده هدول الأعراضين. التفحص الرئيسي، التفحص الفراشي الوزني، الحساسية الضيائية، الشكل الحلقي بنشوفه على الظهر، الحاصة البقعية، تساقط الأشعار بشكل بقعي، طبعا ما بتترك ندب هيدي. ممكن نشوف ظاهرة رينو، حتى قرحات فموية غير مؤلمة. التظاهرات المفصلية شائعة، وإنها تسبب التهاب مفاصل متعدد متناظر، لكن هون ما بتخرب المفاصل مثل الرسا، يعني ما بتاكل المفصل، لكن تشوهه، يعني ممكن نشوف تشوهات عنق الوزن، انحراف الزندي، وبيكون ردود عادة المفصل، بسموه مفصل جاكورد. التظاهرات كلوية، وهي بتكون السبب الأول للعجز عن مرضى الذئبة، تسبب له مثلا قصور كلوي، وحتى ممكن تؤدي إلى الديال الدموي. لازم نتحرى عنها قبل ما تتفاقم، نعمل تحليل بول، نعمل تحليل بروتين بول عينة عشوائية. إذا شفنا مرتفع أو شفنا كرياتينين مرتفع لازم ناخذ يعني خزعات. في تظاهرات عصبية مثل مثلا صداع، أشعة، مشفى الشقيقة، ممكن جلطة دماغية، ممكن التهاب سحايا عقيم. جينا المريضة بأعراض نفسية مثل الاكتئاب والقلق والذهان شائعة جدا. ظواهر دموية بتبدأ من فقر الدم الحلالي، وحتى يعني نقص الصيحات واللمفاويات كريات بيض، وممكن حوادث خسرية. التهاب تمور شائع كمان بالظواهر القلبية، وأيضا تصلب عصيدي بتزداد مثل الرسياني، وبيقولوا إنه هو السبب الأول للوفيات بعد 10 سنوات. إذا أول سبب للوفيات عند مرضى الإنتانات وعشر سنوات، ثاني 10 سنوات هي الأسباب القلبية. ممكن نشوف عند هدول المرضى التهاب شغاف لبان ساكس، اللي هو بيكون التهاب شغاف غير مكاني، يعني شوف تنبتات على الصمامات. ظاهرات رئوية، ممكن التهاب جن، ممكن نشوف تليف رئوي، ممكن نشوف ذات رئة ذئبانية، يعني ذات رئة بس ما هي إنتانية، ذات رئة مناعية، ممكن حتى نشوف نزف سمخي. مخبريا بيميزوا هذا المرض هو السي ار بي بيكون طبيعي عادة بالذئبة، وإذا ارتفعت لازم تدلنا إنه في إنتان أو التهاب بالمصليات مثل التهاب جم. سرعة التسفل دائما لازم تكون مرتفعة، مستويات المتنمية بتكون منخفضة، بتدلنا على الذئبة الفعالة. الـ ANA هو الاختبار المسحي، ما بيصير ذئبة بدون ANA، رغم إنه غير نوعية، أما الـ DIS-DNA و Adult SMIS بتكون نوعية، وخاصة الـ DIS-DNA إصابة كروية و Adult SMIS. الـ Anti-Ribozyme وحكينا عليهم، في الـ Anti-Ribozyme أضداد الريبوزوم هذا B اللي بنشوفها بالإصابة العصبية والتهاب الكبد الذئباني. بالنسبة لمعالجة الذئبة الحمامية، العلاج غير الدوائي، لازم نوقي هدول المرضى من الشمس، ما يكونوا يعني ما يطلعوا الشمس كثير، يأخذوا على التدخين، لأنه التدخين يعد يعني من يعني من يعني عوامل الخطورة القلبية، وهي مزدادة عندها أكثر من غيرها. لازم نتجنب بعض الأدوية اللي بتسبب الحساسية الضيائية مثل الكينونات، مثل الإنسيتس، مثل مانعات الحمل الفموية، التحوية الأستروجين، نتجنب أدوية السلفة المتهمة بتحريض هجمات الذئبة. ما في أي علاج شافي، لكن في أدوية بتسيطر على الأعراض الشديدة، وخاصة استرويدات ومثبطات المناعة. وفي دواء اسمه هيدروكسيكلوروكين مضادات الملاريا، بنوصف لكل المرضى بغض النظر عن شدة المرض وعن نوع التظاهرات. يعني ما بصير مريض الذئبة لما يكون عنده هيدروكسيكلوروكين. لا الفوائد الجمة اللي بتاخذها، يعني أهم أعراض مفصلية وجلدية، توقي من هجمات، تأخر الإصابة الكلوية، بتخفض خطر الخسارة والاحتشاء القلبي وإصابة كلوية، وبتحسن ضبط الشحوم، وبتحسن من البقية. هذا ملخص لعلاج الذئبة الحمامية. يعني إذا هيدروكسيكلوروكين لكل المرضى، الحالات خفيفة ممكن نلجأ لـ
تروي بجرعة منخفضة 7.5 ل 10 ملي جرام، ممكن نعطي ميثوتريكسات أو أزاثيوبرين. بس شفنا بالحالات المتوسطة والشديدة لازم استرويد بجرعات عالية، حتى ممكن أحيانا نعطيه بجرعات وريدية، ونعطي مثبطات المناعة مثل الميكوفينيم وفير سايكلوفوسفامايد وأيضا بيلوموماب كمعالجة إضافية. في عندنا مرض اسمه الذئبة الحمامية المحرضة بالأدوية، أي مرض لحاله مستقل بالأدوية بتحرض لنا الذئبة. بنشوف هون عند الذكور والإناث، فإذا شفنا مريض ذكر مصاب بالذئبة فممكن يكون يعني الأعراض محرضة بأدوية. أكثر الأدوية شيوعاً الهيدرولايزين، أدوية الضغط، أدوية السيل إيزونيازيد، فينو توين، أدوية الاختلاج، مينوسكلين، الصاد الحيوي المعروف، بروكاين أميد، مضادات اضطراب النظم، الأنتي تي إن إف من شوي حكينا، حظات كلس والأيس إنهيبيتور والتيازيدات، ممكن كلها تحرض لنا ذئبة دوائية. المهم إنه بالأعراض الذئبة الدوائية هي أعراض خفيفة، قطع مفاصل، إصابات جلدية وإصابة رئوية أحيانا بشكل انصباب جنب، لكن ما بتنصاب الكلية، ما بينصاب الجهاز العصبي بالذئبة المحرضة بالأدوية، لذلك هي غير خطيرة. نشوف العينية إيجابي ونشوف الضد النووي اللي أنتي هيستون بنسميه. المعالجة ببساطة نوقف الدواء وما في داعي لأي علاج. ملاحظة مهمة، الأدوية اللي بتحرض الذئبة الدوائية ما بتأثر أو بتحرض الذئبة يعني هجمة عن مريض الذئبة الحقيقية. يعني لو إنها هيدرولايزين ما في مانع من استخدامها عن مرضى الذئبة العاديين، لكن هيدرولايزين ممكن يسبب لنا مرض لحاله ويكون المريض ما عنده شيء. ننتقل لظاهرة رينو. ظاهرة رينو 5% من السكان عندهم ظاهرة رينو، أكثر شو عند النساء الشابات بالثلاثينات. إذا كانت ظاهرة رينو بدون سبب ما في أي مرض كامن سموها ظاهرة رينو البدئية أو داء رينو. أما الثانوي ظاهرة رينو بتكون تالية مرض ثانوي مثل الذئبة، صلابة الجلد هي الأشعة، التهاب الفصل الصياني. العادة بتكون هدول يعني لما بتصيب المرض الثانوي بيكون أعراض أحادية الجانب، تميز إنه بتميز بتآكل الأصابع، تكلسات، تقرحات، جنجرين. إذا فحصنا قاعدة الظفر بسموها هيدا تنظير الشعيرات، بنشوف هالتوسع الشعيرات واضح وضيق الظفرية، أي مميزة للشكل الثانوي من ظاهرة رينو. المعالجة نتجنب تدخين، نتجنب برد، نعطي الخط الأول حصرات كلس مثل النيفيدوبين أو الأمينودوبين. إذا ما استجاب أو تطور جانجرين وقرحات نستخدم وسعات وعائية مثل ضهيات بروستاجلاندين مثل إليوبروست الوريدي بدون عدة أشهر. ممكن نستخدم سيلدنافيل، وساقات نيتروغليسرين، لوزارتان، برازوسين، جرعات صغيرة من الأسبرين، وحتى ممكن نرجع بحل نهائي جراحي إنه نخزع الودي في حال ما استجابت على كل أي المعالجات. صلابة الجلد الجهازية بتصيب النساء أكثر من الذكور 5 لـ1، أعتقد من بين العقدين الرابع والخامس. ممكن نصنفها لصنفين، منتشر ومحدود. الأشعة هو المحدود اللي بيكون محدود في الجلد وبيكون تظاهراته يعني الخارج جلدية قليلة. إذا ممكن نشوف تصلب جلد، ممكن نشوف ظاهرة رينو، ممكن نشوف تليف رئوي اللي بيميزنا تصلب جلد منتشر، ممكن ارتفاع توتر رئوي اللي بيميزنا تصلب جلد المحدود، وممكن أحيانا نشوف نوبة كلوية. مخبريا إن إيه إيجابي، سكيل 70 نشوفه بالجهازي، أضداد سنترومي القوسين المركزي نشوفه المحدود، في أضداد الأنتي آر إن إيه بالمماز اللي بيوجهنا حول النوبة الكلوية. هدول المرضى بسبب التظاهرات الجانبية يعني غير الجلدية لازم نعمل لهم فحص دوري، فلازم نعمل إيكو قلب مركز ضغط الرئوي بشكل سنوي، وإذا يعني طلع عنا ارتفاع ضغط رئوي لازم نشخصه بشكل مؤكد بقسطرة البطين الأيمن. لازم نعمل بشكل دوري وظائف كلية، وظائف رئة عفوا، وطبقي محوري متعدد شرائح لكشف التليف الرئوي. ما في أي علاج شافي لصلابة الجلد، فقط المعالجة تغطية على الجهاز المصاب. إذا في ظاهرة رينو مثل ما حكينا بنعطيه النيفيدوبين بشكل رئيسي. ظاهر جلدية الكريمات ومرطبات ممكن نعالج بالسترويدات جرعات مخفضة مع ميثوتريكسات. قيس معدي مريئي ونشوف مثبطات مضخة البروتون مع النصائح. إذا في تليف رئوي الدواء الأول المفضل هو الميكوفينيل مفيتيل، وأحيانا إذا كان شديد ممكن نستخدم السايكلوفوسفامايد معالجة نبضية. ارتفاع ضغط الدم والنوبة الكلوية أفضل دواء هو الإيس إنهيبيتور على رأسه الكابتوبرين، هذا وصفي حتى لو كان في عندنا قصور كلوي لازم نستخدمه. ارتفاع التوتر الرئوي ممكن نعالجه بالأكسجين والسلدنافيل أو البوزنتان من الوسعات الوعية والإليوبروست. أي ميزنا إصابة الجلد جدول، ميزنا إصابة جلد جهازية عن المحدودة الجلدية هون الوزمة في الأطراف الدانية، أما في المحدودة تكون في الوزمة في الأطراف القاسية والوجه.
الجهازية ممكن تصيب كل يعني الجسم، الصدر، البطن والوجه. الأضداد هون كل 70، هون الأنتيسنترومير بالمحدودة. الإصابة الرئوية المميزة بصاد الجهازية هي التلف الرئوي، أما بالمحدودة ارتفاع التوتر الرئوي. النوبة الكلوية موجودة في الجهازية غير موجودة في كريست. لازم جوجرين كمان شائع عند الإناث 20 لواحد بين 40 و60، ممكن تكون بدقيقة لحالها، ممكن تكون سببية أمراض نسيج الضام. خطورة جوجرين إنه ممكن تتطور للمفوما بائية خبيثة بحوالي 40 ل 60 ضعف. الأعراض جوجرين الرئيسية هي جفاف عين، جفاف فم، وممكن تسبب لنا ضخامة النكافة في ثنائية الجانب. في تظاهرات أخرى مثل التهاب رئوي، تظاهرات عصبية، التهاب كلية خلالي، حماض أنبوبي. الإيجابيات الـ NA والـ RF بكل الحالات بنشوفها بجوجرين. الأضداد النوعية هي الأنتي رول أنتي لا SSA SSB. لازم نثبت إنه في جفاف فم، لازم نثبت إنه في جفاف بالعين. جفاف العين ممكن نشوف عبر اختبار شيرمر، ممكن نشوف زهر البنغال، اختبار ساكسون ودراسة جريان اللعاب لإثبات الجفاف اللعاب أو جفاف الفم. تشخيص مؤكد ناخذ خزعة نشوف في السفلية ونشوف إنه يعني ضمور وتليف الغدد اللعابية. ما في أي علاج شافي، العلاج فقط عرضي، مرطبات فموية، مرطبات عينية، دموع اصطناعية، لعاب اصطناعي. ممكن نعطي شوي لمتلازمة الجفاف بيلوكاربين أو سيفيميلين اللي بتزيد إنتاج الدموع واللعاب. ممكن أحيانا السايكلوسبورين الموضعي في حالات جفاف العين الشديد إذا ما استفادت على العلاج الدوائي. استرويدات ومسلطات مناعة فقط إذا في إصابة جهازية عصبية أو رئوية أو كلوية أو مفصلية. أمراض العضلات الالتهابية في عندنا 4 أمراض رئيسية بنميزهم عن بعضهم يعني نمط الإصابة. التهاب العضلات العديد فقط بتصيب العضلات، ما في إصابة جلدية، عادة بتصيب الإناث تحت سن 50. التهاب جلد وعضلات هذا بصيب الإناث أكثر من الذكور، بس بنشوفه عند الأطفال. بصيب الجلد بشكل مميز. التهاب العضلات المشتملة هذا بصيب المسنين فوق 50 سنة، الذكور أكثر من الإناث. اللي بيميزه ليش سموه مشتملين انكلوجن بودي، لانه بنشوف هاي المواد الاجسام المدخله وين، بنشوفها بالخزعه. اتلاع عضلات النخري متوسط مناعه ميون ميديتد نكروتايزنج مايوباسي، بنشوف الخزعه تنخر بدون اي تغيرات التهابيه، بترافق بآليه مناعيه وبنشوفه بعد اعطاء استاتينات. اخطر شيء بامراض العضلات الالتهابيه انه بترافق الخبسات خاصه ببدايه المرض مقدار 3 ل 12 ضعف. طبعا بالنسبة لتلاعب عضلات مشتملة وجدوا انه ما بترافق مع الخباسات. سريريا بنشوف ضعف في عضلات الدانية، المريض ما بيحسن مشهد شعره، ما بيحسن بيقوم من الجلوس. التلاعب عضلات مشتملة بيكون التطور له بطيء، ممكن يوصل لخمس سنين، اما البقية بتطور خلال اسابيع الاشهر. التلاعب عضلات مشتملة بيصيب العضلات القاسية وليس الدانية فقط، بيكون عادة غير متناظر. النخري المتوسط بالمناعة بيتطور بشكل سريع جدا. العلامات الجلدية المميزة لالتهاب جلد وعضلات ممكن نشوف عنا وزمة الأجفان الليلكية، حطاطات جوترين على البراجم، علامة الوشاح، علامة الشال، علامة في وأيدي الميكانيكي. ممكن نشوف تظاهرات رئوية، تليف رئوي، ممكن نشوف عسر بلع. مخبريا نشوف ارتفاع الانزيمات العضلية مثل السيل بيكي والأدولاز. أضداد مناعية التهاب عضلات العديد بميزة الأضداد سنستيز، التهاب جلد وعضلات بميزة أنتي إم آي 2، التهاب عضلات النخل المتوسط بالخلايا إتش إم جي وإنزيم آي ريدكتاز وأضداد الأنتي إس آر بي. الأنتي سيتوبلازميك 5 نيكلوديداز 1 أي بنشوفها بتهاب العضلات المشتملة. إذا كل نوع من هدول الأضداد بميز لنا تصنيف من تصنيف أمراض العضلات الالتهابية. تخطيط العضلات يعني عشان نميز انه هل الاصابه عضليه ولا الاصابه عصبيه. الخزعه العضليه تشخيص مؤكد، ميز لنا بالخزعه نوع الاصابه. لازم نبدا بالعلاج بالفيزيائي، لازم نبدا بمثبطات المناعه، لازم نبدا بالميتوتريكسات او الازاثيوبرين اللي ما بتفيد عاده بالتهاب العضلات المشتمله. طبعا مراقبة هذا المرض مو بالأنزيمات العضلية، مراقبته بفحص سريري، تحسن المريض القوة العضلية، وأيضا بالرنين المغناطيسي. إذا هي الفروقات بين اعتلالات العضلات الثلاثة.
العمر عادة بالعديد تحت 50 سنة والجلد وعضلات، أما المشتمل يكون فوق 50 سنة. الجنس بيصيب الإناث بشكل رئيسي، أما المشتمل بيصيب الذكور. العضلات متأثرة، العضلات الدانية بشكل رئيسي، أما المشتمل بتكون العضلات الدانية والقاصية. التناظر يكون متناظر العضلات العديد والجلد وعضلات، لكن غير متناظر بالمشتملي. الساكي بيكون مرتفع بشكل شديد جدا بالتهاب العضلات العديد والجلد وعضلات حتى 50 ضعف، لكن بشوف خفيف بالتهاب العضلات المشتملي. الانطاد مثل ما قلنا، جوان لالتهاب العضلات العديد، الام اي 2 لالتهاب جلد وعضلات، والانتيسيتوبلازميك 5 نيكلوديدات بالعضلات المشتملي. خزره العضلات ببين التنخر الاجسام المشتمليه المتميز التهاب العضلات المشتملي، وعاده ما بيستجيب على الاسترويدات، بينما بقيه التهابات العضلات والجلد بتستجيب على استرويدات. بالنسبه لالتهابات الاوعيه، يعني موضوع كبير كثير، لكن راح نختصره بهال كم سلايد. هلا بدايه تصنيف التهابات الاوعيه، ممكن يعني في تصنيفات كثيره، لكن هذا اشياء تصنيف، والتصنيف يعني صراحه الافضل. التهاب الاوعيه الكبيره، التهاب الشريان الصدغي والتكياسو، هدول أشياء شيء. التهاب الأوعية المتوسطة الشريان العديد العقد والكوازاكي اللي بيصيب الأطفال عادة. التهاب الأوعية المتوسطة والصغيرة، والتهاب الأوعية الصغيرة بعض المراجع بتصنفهم يعني مع بعضهم. مثلا التهاب الأوعية العديد الحبيبومي والعديد المجهري والعديد بالحميضات، هدول بسموهم التهاب الأوعية الصغيرة اللي بيكون فيها يعني المتميزة المعقدات المناعية، والإصابة يعني الإصابة بتكون مرتبطة بالأنكة. التهاب الأوعية الخثرة الساد بسموه داء بيرجر. التهابات الأوعية يعني مختصة بالأوعية الصغيرة، خاصة في كلية هينوكشن لاين والأوعية الشروية والمرافقة الجلوبينات المناعية، هي بتكون يعني مرتبطة بالمعقدات المناعية. وفي عنا متلازمة جود باستر اللي بنشوفها بأمراض الكلية بشكل رئيسي. التهاب الأوعية المتغير يعني ممكن تصيب الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مثل داء بهجت، التهاب غضاريف العديد الناكس. بشكل عام لما نشك بالتهابات الأوعية لازم يعني الشك يعتمد على إصابة أكثر من عضو، التظاهرات العامة مثل الحرارة والتعب ونقص الوزن والآلام عضلية مفصلية، ما في التهاب مفصلي واضح مثل الأمراض المفصلية اللي حكيناهم، ويعني تميز ارتفاع سعرات التصفر والسي ار بي. التظاهرات النوعية بتكون مرتبطة بحجم الوعاء المصاب. بالأوعية الكبيرة بنشوف ممكن أعراض تضيق الأوعية الكبيرة، مثلا بنشوف عرج متقطع، بنشوف أعراض نقص تروية، برودة أطراف، ارتفاع ضغط، ممكن نشوف غياب نبض أو ضعف النبض في مكان الشريان ضيقة. عادة نوع الشريان هو اللي بيحدد الإنذار. الأوعية المتوسطة بنشوف تزرق شبكي، ممكن نشوف تموت رؤوس أصابع، ممكن نشوف أعراض التهاب أعصاب وحيد متعدد، ممكن نشوف ارتفاع ضغط شرياني. بس انصابت الأوعية الصغيرة ممكن نشوف فرفوريات بشكل رئيسي على الجلد، الشري، ممكن نشوف اصابه الكليه بشكل التهاب كبب وكليه، ممكن نشوف اصابه رئه تظهر احيانا نزف سنخي، واحيانا اصابه عينيه بشكل التهاب عنبي او التهاب صلبي. اول واحد من الشرايين الكبيره التهاب الشريان الصدغي، بسموه التهاب شرايين ذو الخلايا العرطلي لانه بالخزعه بيطلع خلايا عرطلي. بيصيب عاده المسنين اكبر من 50 سنه، النساء اكثر من الذكور. بالظاهر سريع بشكل صداع احادي الجانب، يكون مفرط الحساسيه اذا يعني لمسنا الفروه. في منطقه الشريان الصدغي بيكون متعرج هنا يعني الشريان وقاسي، احيانا يصير عندنا عرج فكي، عرج لساني، مريض ما يحسن يحكي. بعض الاحيان بصير في عندنا فقد بصر غير عكوس. 50% من الحالات بترافق مع الام عضليه رسويه، هلا راح نشرحها. بالتحايم الاخباريه بميزوا ارتفاع سرعه التصفر فوق 50 سنه، فوق 50 بالساعه بكل الحالات. اذا خزعنا الشريان الصدغي لازم نخزعه بطول جيد، لانه ممكن احيانا تكون الاصابات قافزه او بقعيه بيكون سلبي. معالجه استرويدات 1 ملي جرام على الكيلو، يعني جرعه 50 ملي جرام كافيه. لازم نبدا فيها فور الشك بهذا المرض، لانه ممكن اذا ما شكينا يؤدي الى فقد بصر غير عكوس. يعني ما بدأنا بالعلاج، لذلك بنبدأ بالعلاج ومعنا أسبوع ممكن نعمل الخزعة. الهدف أنه نمنع إصابة بصرية.
ايضا ممكن نضيف الاسبرين عشان نقص الاصابه العينيه، ونقص الاسترويدات يعني بشكل تدريجي، واذا نكست المريض ممكن نحطه على الميثوتريكسات. الالام العضليه الرسويه هي الام يعني تشوف بتصيب النساء اكثر من 50 سنه، تظهر بالام بالزنارين الكتفي والوركي بدون ضعف عضلي، يعني مو مثل امراض العضلات هون بس الام. في بوسه صباحيه ب 50% من الحالات بترافق مع التهاب الشريان الصدري، لذلك لازم نبحث عنه بالايكو، انه ممكن يكون في عندنا حالات صامته. سعه التصفر تكون مرتفعه، السيكي بيكون سلبي، تخليط العضلات سلبي. معالجه الاسترويدات لكن هم بجرعات كبيره، فقط 15 ملي جرام تكفي لمده 4 اسابيع، وبعدين بنخفض الجرعه. ممكن المرضى بينكسوا ونحطهم على الميثوتريكسات. داء التكيسه بصيب ايضا الشرايين الكبيره، وخاصه شرايين الابهر وفروعه، خاصة فرع الشريان تحت الترخوة، بصيب النساء الشابات نقص الآسيوي تحت 40 سنة. إذا صاب الأبهر وفروعه ممكن يصيب لنا تعب عضلي، عراج متقطع، ضعف النبض بالشريان العضدي، خاصة اختلاف الضغط بين الطرفين حسب مكان الإصابة، ارتفاع توتر شرياني. ممكن نشوف نفخة من جس أو نسمعها بمنطقة الشريان تحت الترخوة 30% من الحالات. لما بصير انسداد تام ممكن تغيب هي النفخة. اضطرابات رؤية، ممكن نبض دموي، أحيانا ارتفاع توتر رئوي. معيار الذهبي نصور الأوعية، نعمل سي تي اي او ام ار اي، تصوير رنين او تصوير طبقي مع تصوير الأوعية، ونشوف التضيق والتوسع. ما بفيد الخزعة هون، الخزعة هون انه شرايين يعني كبيرة. المعالجة الدوائية استرويدات جرعات كبيرة، بعدين بنخفضها بشكل تدريجي. إذا عندنا نحطها ميثوتريكسات أو أزاثيوبرين. إذا كان في عندنا شرايين متضيق ممكن يعني نحط له شبكة أو تحويلة. التهاب الشرايين العديد العقد البان اللي بيصيب الأوعية المتوسطة عادة، إصابته بيصيب كل شرايين الجسم عدا الرئة، لذلك ما في عندنا أعراض رئوية. البان بيترافق مع التهاب الكبد بي ب 30% من الحالات، كان حتى يترافق مع الإيدز، بيصيب الذكور بشكل عام بين 40 و 60 سنة. الأعراض المسيطرة هي أعراض هضمية لأنه بيصيب الشرايين المسالقية، ممكن يصيب ألم وقيئات وبتصيب لنا احتشاء معوي. ممكن تصيب أوعية الصفن بيعطي ألم خصية. بصيب الكلية لكن ما بسبب التهاب كبد وكلية، بسبب وصول كلوي وارتفاع توتر شرياني بإصابة الشرايين الكلوية المتوسطة وليس الصغيرة. لما بدأ التهاب الأوعية لما تصيب الأوعية الصغيرة فبتسبب التهاب كبد وكلية، فهون ما بتصيب الأوعية الصغيرة، متوسطة فما بتنصاب التهاب كبد وكلية. ممكن تظهرنا بأعراض عصبية، ضغوط يد، ضغوط قدم، سكتة إخبارية، اختلاجات. إذا صورنا الأوعية بنصور أمهات المسارقية أو الكلوية، نشوف أمهات الدم هي اللي عم نشوفها. تشخيص مؤكد ناخذ خزعة خاصة من الجلد أو العصب الربلي أو العضلات. استرويدات هي العلاج مع السايكلوفوسفامايد. إذا في التهاب كبد مرافق ممكن نعالجه بمضادات البيروزات. التهاب الأوعية العديد الحبيبومي، حبيبوم ماجنر بسموه، هذا بيصيب الرجال والنساء بشكل متساوي، خاصة بعمر 40 سنة. اللي بيميزه انه بيصيب الطرق التنفسية العلوية والسفلية. العلوية بتظهر بشكل التهاب جيوب، التهاب تشوه الانف السرجي، نقص السمع. السفلية ممكن يصيب نفس الدموي، نزف سنخي، ممكن يصيب الكلية ويسبب لنا التهاب كبد وكلية صغيرة مترقي. على صورة الصدر او الطبقي بنشوف مثل حبيبومات عقيدات كهفية، ممكن نشوف نزف سنخي. التحاليل المخبرية السي انكا بميزة، إذا خزعنا الرئة أو الكلية فبنشوف حبيبوم والتهاب أوعية. ما في داعي أو مضاد استطوار نخزع الجيوب أو نخزع الرئة عبر التنظيف، لازم نكون خزعت رئة دون تنظيف. المعالجة استرويدات مع مثبطات مناعة خاصة سايكلوفوسفامايد أو الريتوكسيماب كخط ثاني. علاج الصيانة ممكن نستخدم الريتوكسيماب إذا بدأنا فيه، أو ميتوتريكسات أو أزاثيوبرين إذا بدأنا بالسايكلوفوسفامايد. المعالجة طويلة كثير، 2 لـ4 سنوات. ما بقى في فائدة، كان سابقا يستفيدوا المرضى على فصادة بلازما أو جلوبيات مناعية، حاليا ما في أي فائدة. التهاب الأوعية العديد الحبيبي بالحميضات أو بسموهم تلازم تشارج ستراوس، تشبه البان لكن هون في إصابة رئوية، بيسبقها ربو وبترافق مع زياده بالحميضات بالدم والانسجه. بميزه ايجابيه البي انكا، ارتشاحات رئويه على صوت صدر متنقله وعابره. اذا خزعنا الجلد والاعصاب ممكن نشوف حتى حميضات.
معالج ايضا استرويدات بسلطات مناعه على اساس سايكلوفوسمايد ولياج مزمن للاذى سيوبرين. بلانس انه ممكن نوصف مساعدات للربو مثل استرويدات الانشاقيه ومعدلات اليوكوترين او هذا الجدول بيفرق لنا التهابات الاويه المختلفه عن بعضها حسب نوعها. التهاب الشرايين العديد المنشأ ريتشارد ستراس وبيبوم ماجنر والتهاب الشرايين العديد العقد. حجم الشرايين هدول الثلاثة بصيروا صغيرة متوسطة، أما الشرايين العديد العقد قد متوسطة. التهاب الحبيبومي بيميز تشارج ستراوس وحبيبوم ماجنر. الإصابة الرئوية موجودة بكلياتهم عدا التهاب الشرايين العديد العقد. طرق تنفسية العلوية بيميز تشارج ستراوس وحبيبوم ماجنر. التهاب الكوب الكلي بيميز دول الثلاثة، لكن التهاب الشرايين العديد العقد ما بيصيبه. ارتفاع توتر الشريان الكلوي المنشأ المجهري والعديد العقد. التهاب الأعصاب المحيطية بنشوفه كثير شائع بالتشارج ستراوس والتهاب الشرايين العديد العقد. الأعراض الهضمية مميزة جدا لالتهاب الشرايين العديد العقد. البان والهيباتيتس نودوزا ما فيه أي أضداد أنكا. واجنر سي أنكا، تشارج ستراوس بي أنكا، التهاب الشرايين العديد المجهري بي أنكا أيضا. بالنسبة للأوعية الصغيرة بتصيب مرض اسمه فرفريت هينوكشن لاين أو بسموه التهاب أوعية وجلوبين الأي جي أي. هذا بصيب الأطفال عادة بعمر أقل من 20 سنة، لكن ممكن نشوفها ب 10% عند البالغين. التظاهر بيبدأ بداية بإنتاج تنفسي علوي، بعدين ببلش تظاهرات جلدية، فرفريات مدسوسة، التهاب الفاصل، ممكن نشوف ألم بطني، حتى ممكن يختلطوا لنا بانغلاف مع إذا صار براز دموي. بيلة دموية أحيانا جريء أحيانا صريحة، نادر جدا جدا إنه يتطور لالتهاب كبد وكلية. المرض سيره سليم، شفاء أو عفوي خلال عدة أسابيع، التحاليل المخولية كلها بتكون طبيعية. ممكن أحيانا نشوف ارتفاع بالاي جي اي، إذا خزعنا الجلد أو الكلية ممكن يطلع لنا توضعات اي جي اي. طبعا ما في داعي للخزعة يعني، بس إذا كان في يعني وضع تشخيص تفريقي أحيانا صعب. المعالجة العرضية انسيتس للآلام المفصلية نابروكسين مثلا عند الأطفال. ممكن نستخدم استرويدات يعني إذا في آلام شديدة بالبطن، إذا في إصابة كلوية، بس ما في يعني إذا ما في إصابة كلوية أو معمية ما في داعي لاستخدام استرويد، وما في دور لمنظمات المناعة كما ناشفين. إنسيتس للآلام الخفيفة المتوسطة، وإذا في إصابة كلوية أو معوية شديدة ممكن نستخدم استرويد بجراحة عينية. أخيرا داء بهجت اللي اكتشفه العالم بهجت خلوصي، عادة بيصيب الشباب الذكور، ويعني يعني يقال إنه صار يصيب النساء بنسبة متساوية، لكن يعد أشد عند الذكور. دائما في بداء بهجت خاصة عالية ب 30% من الحالات، في استعداد دراسي هلا ب 51. بتظهر بالقلاع الفموي، أحيانا قلاع التناسلي يكون مؤلم عادة. تظاهرات العينية مثل التهاب الشبكية والتهاب العنبي الأمامي أو الخلفي، ممكن نشوف تظاهرات جلدية مثل البثرات، حمامة العقدة، التهاب جويبات الكاذب، حب الشباب في مواقع غير شائعة. ممكن نشوف خسارات شريانية أو حتى وريدية يعني دي في تي مثلا. مخبريا كل تحاليل طبيعية، في عندنا اختبار اسمه اختبار باثولوجي، نحقن سيروم ملحي ضمن الأدمة، بتشكل بذرات كبيرة بال 24 ساعة. العلاج بيعتمد على نوع العضو المصاب، يعني إذا كان قلاع فموي أو تناسلي نعطي استرويدات موضعية، مخدر موضعي وكولشيسين. إذا في التهاب مفاصل ممكن نلجأ للكولشيسين والإنسيتس، إذا ما استفاد ممكن نعطي استرويد جرعات خفيفة. الحمامة العقدة علاجها كولشيسين، التهاب العنبي ممكن نلجأ استرويدات موضعية، قطرة موسعة مثل سكوبولامين، ممكن نعطي مثبطات مناعة خاصة أزيثروبين أو سايكلوسبورين. التهاب العنبي خطير ممكن يؤدي للعمى، هذا أهم أسباب العجز عن مرضى داء بهجة. الإصابة الشريانية ممكن نعطي استرويدات وسايكلوفوسمايد، ممكن نلجأ لإجراءات تداخلية مثل الشبكة التوسيع إلى آخره. الخثار العميق ممكن نعطي مضاد تخثر. الخثار الشرياني ما في داعي لإعطاء مضاد تخثر. الإصابة العصبية بنعطي استرويدات ونعطي الأذى سيوبرين، وهيك بنكون أنهينا من خلاص.